طب خلاص يا معلم، روح مطرح ما انت عاوز، بس أمانة عليك تسيب لي حسن. دي وصية الميت اللي في رقبة الحي. ابن أخويا أنا أولى بيه، أنا ربنا حرمني من الخلفة، بس عوضني ورضاني بحسن. وعد مني يا معلم لعيش خدامة تحت رجله لغاية ما يكبر ويبقى راجل ويبقى فوق الكل. أيوه أنا وفاتن ربنا رضانا بحسن ابن أختي الله يرحمها، وابني اللي مخلفتوش اللي الدنيا رضيتني بيه، ألف حمد وشكر ليك يا رب. هاتي حسن يا فاتن. حاضر. يلا عشان نروح الفيلا. فيلا يا معلم؟ انت صحيح هتسيب الحرم؟ انا مش قادر اقعد في البيت ولا قادر احط الحاره، كل ما كان فيها ليا ذكرى حلوه معاها.